السلام عليكم. وجبة وقت مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي في الجولة 14 من البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني في ترتيب البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول برصيد 27 نقطة، ويحتل فريق الوداد الرياضي المركز الثالث برصيد 23 نقطة. وسيواجه الوداد الرياضي الرجاء الرياضي في الجولة 14 من البطولة المغربية الاحترافية إن والقسم الأول يوم الأربعاء 3 يناير 2024 على ملعب البشير في حدود الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب، 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المنتظر أن يتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.